صافي بليزير انه طريق شريف يمثل المغرب، مثل المغرب بصفه عامه، مثل مؤسسات القلم بصفه خاصه. الظروف ديال البريباراسيون ديال لا ديكتي بي جي ال سواء في الاكادير او لا في مونريال بكندا، دازت في اجواء طيبه على الصعيد العالمي حتى المرتبه الثالثه، على صعيد اور كندا حتى المرتبه الاولى. كنتمنى التوفيق للتلاميذ الاخرين اللي غادي يمثلوا المغرب ان شاء الله في الدورات المقبله، انطلاقا من الدوره 25 الجايه ان شاء الله في الكيبيك. يتوفقوا، فرحه كبيره لا توصف. ديمو ما تقدرش، اللي قلتي ما غاديش تقدر توصف الفرحه. دابا كنشكر الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مناسبة حقيقة كيعجز اللسان على التعبير على الفرحة ديالها، لأنها لا تخص بالأساس مؤسسة القلم، إنما هي تخص الجهة والمغرب كامل. وطننا الحبيب يستحق مثل هذا الحدث، فهذا تشريف للمغاربة جميعا ولتلامذة المغاربة كاملين. فطارق الشريفي حصل على الجائزة الدولية اللي كتشرفنا جميعا، وحنا ما كان نأكدوا بهذه المناسبة إلا أن المغرب بلد الخير، والمغرب بلد الأنوار والإشراقات والأبطال على جميع المستويات. الجمعية المغربية للتربية والتضامن أمس أون كولابوراسيون مع لا فونداسيون بول جيران لا جوا كتنظم سنويا المرة الثانية المسابقة في الإملاء مسمات لا ديكتي بي جي ال، واللي فاز فيها التلميذ طارق شريفي بالمباراة الوطنية ومثل المغرب في كندا. الجمعية تكلفات بمصاريف الرحلة وجميع المصاريف اللي غادي تمكن المغربي باش يشرف البلاد، والحمد لله طارق شريفي مثل المغرب ومثل أكادير. Alors on tient à remercier l'association marocaine pour l'éducation et la solidarité et on lui souhaitant une bonne continuation parce que c'est grâce à elle qu'on a puis participer à cette compétition internationale. Nous sommes fiers de Tarek Chérifi qui a vraiment été assidu.